عزو، أخيرا ذكرت إنه لك أصحاب. لا رسالة. وين؟ أرض الله واسع، بصل مصر بعدين بعرف مش وين. قبل ما تسافر عاين للي حواليك، عاين لكل حاجة، احفظ النيل ده قطرة قطرة، شوف المراكب، الصيادين، الدكاكين، ستات الشاي وبتاعين الورنيش ودراويش المولد، قهوة الحبوبات وبنات المدارس، لمة أصحابك على صحن الفول، البوش، الأقاشي، شكلات الشوارع وأيام الأعراس. مشاهدي قناة الشروق الفضائية في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم مع بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سينما مختلفة. مشاهدينا، منذ أن تأسست أول وحدة لإنتاج الأفلام في السودان عام 49 وحتى اليوم، تعاقبت أجيال السينمائيين السودانيين الذين حاولوا رسم صورة السودان في واقعه وآماله راهنا ومستقبلا، وذلك عبر العديد من الأفلام السينمائية التي حققوها رغم كل المعوقات والصعوبات. سلسلة من أسماء سودانية لمعت في عالم السينما، من كمال محمد إبراهيم وجاد الله جبارة وأنور هاشم إلى إبراهيم شداد والطيب مهدي ووجدي كامل، مرورا بإبراهيم ملاس وسليمان النور. أولئك الذين بنوا أحلاما بسينما سودانية خالصة. كان زمنا ومضى عندما ارتقى إلى منصة التكريم مخرجون سينمائيون سودانيون أوائل في مهرجان موسكو والقاهرة، وأيضا حضروا في مهرجانات كان الدولي ودمشق وغيرها، ولم يكونوا عابرين في مهرجانات إفريقية وآسيوية وأوروبية. فهل نشهد اليوم ولادة جيل سينمائي سوداني جديد؟ عجبك كده يا بوس؟ وساكت؟ ما همك للدرجة دي؟ قوم قوم اصحى، شوف الكون اتغير كيف، شوف الناس بقت كيف. اليوم وفي حلقة جديدة من برنامج سينما مختلفة سنحمل المصباح ونفتش عن الجديد والمتميز في هذه السينما، خاصة على أيدي الجيل الجديد من السينمائيين الشباب. رهاننا في سينما مختلفة هو على همة الشباب، فهم الأمل وعلى أيديهم سيولد المستقبل الذي نحلم به ونتطلع إليه في السياسة والاقتصاد، في العلوم والآداب، كما في الفكر والفن والإبداع على السواء. وفي هذه السهرة سنكون مع أحد الأفلام السينمائية السودانية الجديدة، وهو فيلم ريش الطيور للمخرج السوداني الشاب أمجد أبو العلاء. فمرة جديدة أهلا ومرحبا بكم. مرت الأيام والسنين والحال في حال. لو بتعرف بحبك كيف، عيونك، صمتك، حبك الهادي، إحساسك بي، ده كله ما باكل إيش؟ كل زول في حاله. أمك رجعت أخيراً؟ وجودي زي عدم. وتكرهيها؟ ما بحبها وما شغلتها. أنا عارفة غلطتها. محمد أنا أمه. سكاني المر، نبس، ضرب، سكر متواصل. سافر بعيد وشيل معك حزن السنين وعاك تنسى
من بطولة فنانة السودان الكبيرة فايزة عمسيب ومشاركة نخبة من الفنانين المحترفين والهواة وبقيادة مخرج سوداني يعد بالكثير، سنكون اليوم وإياكم مع ريش الطيور، وهو فيلم روائي من إنتاج عام 2007. في ريش الطيور لن تكف الجدة عن سرد الحكايات لحفيدها محمد الذي يعيش في كنفها مع أخته فاطمة بعد وفاة والدهما وذهاب الأم في تجربة زواج خارج البلاد. ما بين عالم الحلم والواقع يعيش محمد وقد بدأ إدراك حقيقة موت والده وفراق والدته، فيما تعيش فاطمة معاناتها بين أحلامها وطموحاتها كفتاة شابة في الدراسة والتعلم والحياة من جهة، وأيضا واقعها المرير بين الفقر والعمل باعتبارها المسؤولة عن رعاية أخيها وجدتها من جهة أخرى. إنهم ريش الطيور في مهب واقع لا يأبه بأحلامهم الصغيرة ولا حتى برغباتهم الإنسانية البسيطة. أعزائي المشاهدين، لن أطيل عليكم، أترككم الآن مع فيلم ريش الطيور، وطبعا سنلتقي بعد مشاهدته مع مخرجه أمجد أبو العلاء وكذلك مع الناقد السينمائي محمد رضا، فأرجو أن تبقوا معنا. كان يا ما كان في قديم العصر والأوان، من يحليه يسيب فاطمة، فاطمة السبعة، وكان عندها أخوها ذكوان اسمه محمد، يطلع من الصباح يمشي يشتغل ويدعب ويشقى عشان يجيب الأكل لفاطمة. محذر فاطمة ما تفتح الباب لزول إلا لما نجي هو، ولما نجي هو يقول لها أفتح الباب يا فاطمة، أنا محمد أخوك أبغديكي وبعشيكي. وكانوا عايشين في سبات وفي نبات. كانوا بريدوا بعض بريدة شديدة، ريدة الهلا والمنى. مرت الأيام والسنين والحال في حال. تحملوني والصباح يمشي يشتغل، وفاطمة تقعد في البيت تنظف البيت وتستناه، يجي يلا محمد يفورك ليها. يا فاطمة السمحة يا أختي افتحي لي الباب، أنا محمد أخوكي قلبي عشيكي وغديكي. صاحي لسه مالك؟ مالك يا بي؟ مالك يا بي تتقاسي على الولد دكا دي؟ ها؟ شو عليك هنا بالبيت دي؟ ليه بيك تتقاسي على الولد دكا دي؟ المفروض ينوم. شفيتك على الخالق يا بنت. يا فاطمة سامحة، أنا محمد أخوك أبغديك وعشيك وسهر الليل حقيك. Thank you.
بس جيرمي الصباح ما كويس عشان أبي. مخنوق، ممكن نطلع شوية؟ بابا غريب سؤال. أسعني يا ولدي. أبوي كنت مسافر. سافر وين؟ أبوك سافر بعيد. ربنا حباه عشان هو بريده شديد. أبوكم كان بريدك أنت وفاطمة ريدة شديدة، لكن أبوي مات يا حبوبة. أبوك مات. أمي وين؟ ما ماتت يا ولدي، يمكن تي عايم في السماء للطيارات دي، يمكن واحدة فيها تجيبها. فاطمة يا بنت، يا فاطمة تعالي شوفي لك قروش البلد ده، خليه يمشي تعشى بيه. من وين؟ من وين كيف يعني؟ ها الولد ده يموت بالجوع يعني ولا شنو؟ ران علي انا هينة ما نزل لي عشان. قلت لكم ما عندي، اجيب لكم من وين؟ انا اسوي لكم شنو؟ ما عندي اطير؟ انا القراية خليتها عشانكم. امشي يا بنتي على قرايتك، نحن قرايتك ما حاملنك ليها وبتسوي لنا، والله ما ناسيني يا بنتي. انا كان عندي قرش كنت مش قريته بيها. ها ما
يوم من الأيام كان في غول، والغول ده عجباه فاطمة السمحة. مشى يا يوم وقعد يفكر يفكر، قال لي يمشي يدق ليها الباب كو 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 ويغني ليها زي محمد أخوها ما بغني، وتقوم تفتح ليه الباب. يا فاطمة السمحة افتحي لي الباب، أنا محمد أخوك، قلبي غديك والبي عشيك والبي سهل الليل بيحييك. صوت محمد أخوي، صوت الجرس الرنان، وانت صوتك صوت الحمار الغبيان. لازم يصلح صوته ده عشان يبقى زي صوت محمد، وتجي فاطمة ويغني ليها عشان تقوم تفتح له الباب. أسوي شنو يا الساحرة؟ انت ابو فاطمة السمحة الغول، خلاص خلاص نسيتك للفول. عجباني لكن صوتي صوتي حاميني. أنا عندي لك الدواء، يا تسمح كلامي يا سحر يطلع هوا هوا. دواء يا وشربو دوق طينت وقرطرو. الحزارة عندك في طريقك كيف تتقلعو بصوتك شين وجسن الماو. خلاص خلاص نمت يا محمد. عزو لو بتعرف بحبك كيف، عيونك صمتك حبك الهادي احساسك بي عارف، بتتقال في عيونك الموجود لسانك بحسه. انا ظلمك معاي في مشاكلي وهمومي، حياة كثيرة كثير شديد. ما زعلان مني، زعلان عليك. معقولة الظروف دي كلها ما هتفرقنا؟ نحن نعمل علينا والباقي على ربنا.
مالك حالتك دي؟ مال حالتي لو على الستره مستوره. ما تقشي روحك يا فاطمه. انت لسه صغيره يا فاطمة وظروف شهادتك حمحبوك حمحبوك. ليه؟ ابوك مات؟ ما في مشكلة. امك سافرت وعرست برا؟ ما مشكلة. طيب حلال اجل المفروض ترسل لكم قروش. كل زول في حاله. ما عايزين منا حاجة. ما تكابري عليك الله سمعكم. 500 جنيه إلا شوية. ده شنو؟ واحد كريم بيحبك حني عليك. ما فاطمة بدك بقى الحسنة هيستناك بكرة. ودي هدومك بالقروش. بلا أخلاق. شوفي رزقك وين. متأخرت؟ أكيد جاية.
عايز بكري يا ابوس وساكت ما همك للدرجة دي. قوم قوم اصحى، شوف الكون اتغير كيف، شوف الناس بقت كيف. ما براكم من ميتي كلنا اموات. قوم قوم يا ابوي، أنا أصغر من كده، أنا أصغر من ده كله، أصغر كتير من ده. عزو اخيرا ذكرت انه لك اصحاب. لا رسالة. وين؟ ارض الله واسع، بصل مصر بعدين بعرفه مش وين. قبل ما تسافر عاين للي حواليك، عاين لكل حاجة، احفظ النيل ده قطرة قطرة، شوف المراكب، الصيادين، الدكاكين، ستات الشاي وبتاعين الورنيش ودراويش المولد، قهوة الحبوبات وبنات المدارس، لمة أصحابك على صحن الفول، البوش، الأقاشي، شكلات الشوارع، وأيام الأعراس. ده كله ما بقى ليش؟ كبرت
كبرت وبقيت راجل، مو مشتاق لي. أنا أمك، أنا أمك يا محمد. ما عرفتني؟ ولدي حبيبي، أمك رجعت أخيرا؟ وجودي زي عدمه. وتكره هي؟ ما بحبها وما شغلته. سافر يا عزو، كوي نفسك وارجع. تستنيني؟ استناك. أنا مسافر بكرة. المهم تسافر. أنا عارفة غلطتها، عرست وسافرت وخليتكم، لكن أنا أمك ومحمد. ما عندي أم، ومحمد أنا أمه. حرام عليك فاطمة. أيام صعبة، ساعات طويلة يا أمي، طويلة وقاسية. صورتكم ما فارقت عيني، قالك البنزين جواي سم، الموية طعمة بدونكم سم. طافات ما كله كنت بحسه وما قادرة أتصل. دموع محمد شايفاها وما قادرة أمسحها. يا ريتني لو ما عرسته، يا ريتني لو ما عرسته واتغربت معاه. سكاني المر نبس ضرب سكر متواصل، حرم علي الطلعة والنزلة، حرم علي صوت أولادي. أحي يا أمي أحي. هو المس بعيد ريحتا.
يا فاطمة السمحة أنا محمد أخوك قلب عشيك وبغديك وسهر الليل حجيك أفتحي مرحبا بكم من جديد، وطبعا أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مشاهدينا في مشاهدة فيلم هذه السهرة، فيلم ريش الطيور. ويسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء. ما بين تخرجه من جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وحتى اليوم مسيرة نشيطة من العمل في السينما والتلفزيون والمسرح، دراسة ومتابعة وورشات عمل وتدريب لا ينتهي، والحصيلة أفلام تتتالى من قهوة وبرتقال وعلى رصيف الروح إلى ريش الطيور، ومشاركات وجوائز تحاول أن ترسم معالم الطريق. أمجد أبو العلاء، أهلا ومرحبا بك. أهلا. طبعا مشاهدينا، يسرني أيضا الترحيب بالناقد السينمائي اللبناني محمد رضا، الناقد الذي يبدو دائما أنه يغرد خارج السرب، يطل على القارئ العربي من لوس أنجلوس ناقدا عربيا متميزا في قلب صناعة السينما العالمية. من كتابة السينما أو من كتاب السينما السنوي إلى الكتابة في الصحف العربية والأجنبية والمشاركة في غير لجنة للنقد والتحكيم، يسجل حضوره في عالم النقد والكتابة السينمائية. أيضا الأستاذ محمد رضا، أهلا ومرحبا بك في برنامجنا. إذن مشاهدينا، طبعا حول فيلم هذه السهرة سيكون لنا الحوار القادم مع ضيوفي هنا، فأرجو أن تبقوا معنا. مرحبا من جديد، وطبعا نبدأ هذا الحوار حول فيلم هذه السهرة، الفيلم السوداني ريش الطيور، مع ضيوفي في الاستوديو مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء والناقد السينمائي محمد رضا. أتوجه بالسؤال بداية إلى مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء. أستاذ أمجد، كيف ولدت فكرة الفيلم؟ يعني لو تأخذنا معك إلى كواليس تحقيق هذا الفيلم، نتحدث عن قصة تحقيق الفيلم. ريش الطيور كان بالنسبة لي في البداية هو يعني مشروع أني أدخل في جو سينما سودانية. نعم. بعد عدة مشاريع كان ما لها علاقة بالأجواء السودانية القريبة إلى قلبي، يعني كان من الأفلام اللي قبلها فيلم قهوة برتقال،
كان فيلم على رصيف الروح او سقوط على طرقات، كان كل افلام بعيده شويه عن الهويه يعني. حتى انا بحكم ان انا عايش برا السودان وكذا، فكان شويه كده الهويه بالنسبه لك مفقوده، حاسس انها موجوده بس ما اعرف وين. فريش الطيور كان محاوله انتقاله، محاوله عوده الى الاصل. نعم. فولدت الفكره من خلال زياره للسودان، ومن خلال يعني يمكن هذا ما بعرف اذا بتعرف الموضوع، بس هي قصه حقيقيه بعض الشيء. كان قصه يعني شخصيه فاطمه اللي هي تدور حولها كل الاحداث. شخصيه فاطمه موجوده بشكل عام، وموجوده بشكل خاص في الحاره اللي احنا ساكنين فيها في الخرطوم. وجدتها كانت صديقه لاختي، يعني صديقة لأختي، بس صديقة النوع البعيد جدا، النوع المنزوي المنطوي. فكنت دائما أسأل أختي يعني إنه ليش يعني شوفي. فكانت الفكرة من وراء فاطمة إنه تكتب السيناريو في خلال وجودي في السودان واشتغلت الفيلم. طب إلى أي حد، بما أنك ذكرت بأنها يعني هي تشابه قصة واقعية، إلى أي حد أنت قاربت في القصة أو في السيناريو من القصة فعلا الحقيقية؟ إلى حد كبير، ولكن تداخل مع قصة فاطمة الحقيقية قصتي أنا. رغباتي الخاصة، شوقي للسودان، يمكن تداخل أكثر من قصة فاطمة. يعني أقدر أقول لك فاطمة اللي في الحقيقة أنا استنبط منها القصة، ولكن التناول والسرد لا، هو كان لا شعوريا. إنسان مشتاق للسودان، قاعد أمشي السودان كله 4 سنين سنة، وأمشي أقعد لي شهرين وأجي راجع. سو كان الموضوع بالنسبة لي إنه أنا نفسي في إيه في السودان. نعم. أنا يعني اللي مزعلني. يمكن أن نسمي ربما تعبير عن الحنين إلى بلدك. هو تعبير عن الحنين 100% يعني. فعلا يعني كانوا عبارة عن حنين. نعم. أتوجه بالسؤال إلى ضيفي الناقد السينمائي محمد رضا. أستاذ محمد، بالبداية ما هو مفهومك العام عن السينما المختلفة؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى أي درجة تعتبر أن ريش الطيور ينتمي فعلا إلى سياق السينما المختلفة؟ في مطلع الستينات والسبعينات انتشر نوع من السينما العربية المختلفة، وسمي آنذاك بالسينما البديلة. تعبير السينما المختلفة أعتقد أنه أفضل وأهم من السينما البديلة، لأن السينما البديلة لماذا؟ لأي؟ ما هو السائد؟ هل هي بديلة للسائد؟ هل تستطيع أن تكون بديلة للسائد؟ بينما السينما المختلفة لا يوجد بالقطع ضرورة للتساؤل حولها، مختلفة عن السائد بشكل طبيعي. التعريف أيضا يحمل في مضمونه الاختلاف إلى أي درجة وعن أي سينما بالحقيقة. مثلا لا تأخذ السينما السورية إلى حد كمثل. السينما السورية معروفة جدا بأنه هي سينما جادة، فهل من الممكن استنباط او ابتكار او تقديم سينما مختلفة عن ما هو اوريدي هناك؟ بالنسبة للسينما السودانية، بما انه ما في صناعة شأن في ذلك شأن العديد من الدول الاخرى العربية، فهي مختلفة عن شو؟ يمكن بالسودان فيها الفرصة هاي انه تكون مختلفة عن عما سبق، ولكن ما سبق لم يكن باجمله سيء. فتختلف الكلمة من مكان إلى آخر حسب وجود السينما التي تريد أن تختلف عنها، أو عدم وجود تلك السينما أحيانا. هذا بالنسبة للشق الأول. فيما يتعلق بفيلمنا لهذه السهرة، فيلم ريش الطيور، كما ذكرت يعني إلى أي حد ينتمي إلى سياق السينما المختلفة؟ ينتمي أعتقد إلى حد كبير. الأفلام التي شاهدتها من السينما السودانية للأسف قسم كبير منها كان محاولة سرد قصة، محاولة تصوير عالم، ولكن هذا التصوير أو التصور إذا أردت كان ينتمي إلى لغة أدبية أو لغة شعرية أو لغة إلى آخره، إنما ليس إلى لغة السينما. هذا أمر تصاب به السينمات المبتدئة عموما، بأنه شو نحن كعرب عموما علاقتنا بالكلمة أهم من علاقتنا بالصورة. فبالتالي كثير من المخرجين الجدد بيهتموا انه بالكلمه اساسا، بيهتموا انه يكون فيلمهم شعري او يصور لقطات بعيده للصحراء مثلا، او لقطات بعيده لبحر، ويستخلصوا من الاجواء. هذا انه عم بفكروا ادبيا.
بما أنك ذكرت أنه ربما الأفلام السودانية التي شاهدتها سابقا كانت أفلام مبتدئة، يعني هل يمكن أن نعتبر بناء على هذا الكلام أن فيلم ريش الطيور هو ربما يعني مرحلة نضج في السينما السودانية؟ كسينما كليات يعني حتى أقول أنه مرحلة نضج لازم يكون النضج ما بيجي عن فيلم واحد بس. يعني يمكن فيلمه هو مختلف، وهو بالتأكيد مختلف لأن فيلم ناضج، بس هذا لا يعني أنه بنضجه نضجت السينما السودانية، لأن بده أكثر من فيلم وأكثر من حالة، في نضج ثقافي لازم يكون شامل وموجود، نضج بتوزيع الأفلام داخل وخارج السودان، بحيث أنه العملية تأتي بثمارها وتكون متابعة، موجود متابعة، العجل لازم تدور. مع دوران العجلة ساعتها فينا نقول نضجت أو بقيت على حالها، ولكن فيلم واحد مهما كان جيد، وفيلمه لأمجد فعلا فيلم جيد، ما بيؤدي للنضج بحد ذاته. نعم. لوحده. أستاذ أمجد، لاحظنا خلال أو من خلال متابعتنا للفيلم أنك اعتمدت على الكاميرا المحمولة، اعتمدت مثلا على الإضاءة الطبيعية، لم يكن هناك ديكورات يعني مخصصة لتصوير الفيلم، لم يكن هناك أزياء، هل يقف وراء هذا الشيء أسباب إنتاجية أم أنك ربما طبيعة الفيلم اقتضت منك ذلك؟ هذا السؤال حيقودني لعودة قليلة للكلام أستاذ محمد رضا عن الاختلاف. قد يكون أسلوبي بشكل مختلف في الأفلام السابقة، حتى المكنة السودانية هي شوي كمان محاولة تمرد، هو زي ما قال أستاذ محمد اختلاف عن ماذا؟ أختلف عن ماذا؟ فأنا كان بالنسبة لي أسلوب الكاميرا المتحركة التي تتبع الممثل بشكل أقرب للوثائقية، رغم أن أنا أتكلم في خط درامي كامل، بس دائما كان يشغلني، يعني يشغلني موضوع هاي السينما المتحركه. فكنت قاعد احاول انفذها بشكل عام في الافلام السابقه. فلما جت على فيلم ريش الطيور كان هذا الاسلوب، طبعا المشكله الانتاجيه موجوده وحاجه اتكلم عنها، بس انا اتكلم بشكل عام على انه انا كنت حاسس ان انا قاعد اوثق بمعنى الوثائقيه لافكاري لطموحاتي ولاشياء في السودان انا فعلا نازل اصورها كديكومنتري. سو كان موضوع الكاميرا المتحركه بيساعدني كثيرا في النقطه في النقطه اللي هي الذاتيه هاي شويه. طبعا يعني لو دخلنا في موضوع المأساة الانتاجيه مش هنخلص. فهي طبعا اكيد هي لها علاقه كبيره بالموضوع، انه الفيلم هو بانتاج ذاتي بحت. يعني انا صارف على الفيلم نص ميزانيته، والنصف الاخر أمي أماني محمود، وخالتي إلهام محمود، وعمي عمر حمد، وأبوي أبو العلا حمد، هذول هم اللي صرفوا على الفيلم. نعم. حتى يمكن خلال أنا البحث يعني اللي عملته عن الفيلم لاحظت أنه في حديث كان عن أنه حتى الممثلين لم يتقاضوا أي أجر في هذا الفيلم. فعلا مش الممثلين فقط، لا الممثلين ولا بعض الفنيين، يعني هو تستمر في فنيين كثير في الفيلم. والى اي درجه يعني يمكن ان هذا الشيء يعني ينطبق على الافلام الاخرى، من لو صنفناها ايضا سينما مختلفه، هل يمكن هذا الشيء ان يطبق في كل الافلام؟ هو شوف يعني هو كان في تفاهم من الاخرين لهذا المجنون اللي جاي يعمل فيلم في السودان، كمون يعني شو جاي تعمل في السودان. بس انا كنت مؤمن بالمشروع، ويمكن السيناريو نقل هذا الايمان للاخرين، للممثلين بالتحديد. فايزة عمسيب يعني سيدة رائعة جدا. اول ما قرأت السيناريو انا طول عمري بسمع عن فايزة عمسيب واشوفها في التلفزيون، بس بالنسبة لي نفس الشيء كبير يعني نفسها اشوفه يعني. فلما قرأت السيناريو قالت لي جملة انا فعلا ما اقدر انساها، قالت لي لا يشبه، ولكن انا من عرق البلح، من فيلم عرق البلح ظن الكاشف، ما وصلني السيناريو حسيت انا من يعني مسترسله في قراءته. فقلت لها انا يشرفني، فهل مستعده تشتغل معي؟ كانت من اول الناس اللي وافقوا، بالاضافه طبعا للاستاذه هالة اغا طبعا نجمه السودان، وانا سعيد ان هالة تشتغل معي حتى لو كانت خمس دقائق في الفيلم فقط، بس
كانت بالنسبه لي مميزه المشاركه. استاذ محمد، يعني حول نفس النقطه التي كنا نتحدث عنها، موضوع ان الاستاذ امجد خلال تنفيذ الفيلم يعني لم او اعتمد على الكاميرا المحموله والاعتماد على الاضاءه الطبيعيه وعدم وجود ديكورات وازياء، انت برايك الى اي درجه يعني يمكن ان يخدم هذا بنيه الفيلم وحتى اتجاهه الفني ومقولته؟ أنا عموما بخاف من الكاميرا المتحركة والتصوير الديجيتال، والسينما القائمة على ما يسمى باللا تأسيس التقني. يعني أنا بحب الكاميرا المشغولة بشكل متأني. بحب شو مخاوف استخدام الكاميرا المحمولة؟ لأن هلا كان جاي بالموضوع، لأن إذا كان الشباب الطالع جديد اللي عم يسوي افلام سينما ما عنده فرصه يتدرب ويتعلم على الكاميرا الصح، الكاميرا اللي 35 ملم بدل الديجيتال، واستسهل الطريق وعمل ديجيتال، امتى حيقدر يوصل للمستوى او للدرجه يلي ممكن فعلا يكون عنده كل الانتاج صح والتمويل الصح ويعمل فيلم مؤسس على الاساليب الكلاسيكيه اذا بدك. انا ما عم بقول انه الكلاسيك اهم من السينما الشابيه اللي محموله على الكتف او على الديجيتال، بس اذا ما عندهم خبره امجد فالشباب النتيجه حتكون انه كل واحد حياخذ كاميرا. هلا بهالايام هذه بهالتليفون هذا بيصور لك، بقول لك انا مخرج بالضبط. فهذا اللي بخاف منه، انه استسهال العمليه، سواء اذا كنا عم نحكي عن الكاميرا المحموله ولا كنا عم نحكي عن الكاميرا الديجيتال، استسهال العمليه بيؤدي الى استسهال الاخراج. هذا مره اخرى ما بيصير مع مخرج تدرب اكثر وعينه صحيحه وفي ثراء بالصوره وبيقدر وعارف ليش. عم مثلا شفنا نحن قبل شوي مشهد هون لما البنت واقفه على ما يبدو كانه قفص اللي هو مقابر القرى، مقابر في قفص حواليها او بالاحرى حاجز حديد، والكاميرا بتلف هيك لفه كثير حلوه. ما كل واحد، ما تتوقع انه كل واحد بيقدر يعملها بنفس الطريقه وما تسالي انت ساعتها ليش عملها. هذه بتنعمل عند مخرج عنده التصميم والتصور، صمم اللقطه بباله وعرف مسبقا اذا حتنجح معه ولا لا. استاذ امجد، يعني في سياق السينما السودانيه تحديدا، اذا نظرنا الى ريش الطيور يبدو انه فيلم مختلف عن كل الافلام السودانيه بشكل ما. هو فيلم مختلف حتى يعني على صعيد بناء الحكايه، سواء من ناحيه السرد او حتى من ناحيه التصوير، وطبعا لا ننسى ايضا اعتمادك على ممثلين محترفين وحتى ممثلين هواه يعني لاول مره يظهروا ربما امام كاميرا. هل كان هذا الشيء يعني عن قصد، أو ربما يمكن القول هنا أنك حاولت من خلال هذا الفيلم أن تحدد أو تبحث عن هويتك السينمائية بعيدا عن سياق السينما السوداني؟ هو جزء كبير من المطروح صحيح. يعني أنا فعلا قاعد أحاول أبحث عن شخصيتي الخاصة يعني المستقلة، بس لا يمنع أنه أنا مثلا من عشاق الفيلم السوداني بركة الشيخ للأستاذ جاد الله جبار، ونفسي أقابل هالإنسان جاد الله جباره. يعني فعلا انا معجب بهالسينما. فيلم انسان، فيلم قصير كان من فتره، من تقريبا بدايه التسعينات، انا معجب جدا يعني بما شاهدت من السينما السودانيه وفيلم عرس الزين لخالد الصديق وتاجوج، بس ما اقدر اقول لك انه هو محاوله اختلاف عن السينما السودانيه، هي محاوله اختلاف عن نفسي. يعني بحاول اقدم شيء، انا فعلا احس ان انا مقدم شيء، انا قاعد اتجدد من فيلم لاخر. موضوع استخدام ممثلين هو مع محترفين كنت كمان ليها علاقه بالتجربه الشخصيه. انا عايز اشوف نفسي لما اشتغل مع فايز عمسيب وهلا اغا، وفي نفس العمل اشتغل مع نرمين عمر ومع الشرفي ومحمود ابو العلا، كيف ممكن يكون طبيعه الشغل معهم. اللي حاصل انه المحترفين ما تعبوني ابدا، بالعكس انا كنت متخوف منهم انه عارفه يعني نجوم في الاخر يعني،
بس انا كنت مبسوط جدا بالسلاسه في انه انا قاعد احاول اقدم خط جديد شوي في طريقه تحريك الممثل او كذا، فكنت خايف ما يتقبلوه على حسب السائد في السودان، بس انا بالعكس لقيت تقبل كامل من الاخوان كلهم. وبالنسبه للهواء انا كان بالنسبه لي متعه، انا استمتعت فعلا، استمتعت بهؤلاء المختلفين من اتحدث عن الاختلاف. اشتغلت معهم تقريبا ووركشوب لمده شهرين، وفي هالوركشوب كان عباره عن تلقين التلقائيه اذا صح التعبير استاذ، يعني التلقين التلقائيه انه تعبير حلو عن جد، يعني انا بس كنت حابب منهم بس كيف تكونوا تلقائيين، تمسكوا الورق جيبوا الورق بلاش تقرموا الورق بليز، يعني حاولوا عيشوا الحاله. فكان هم حابين الموضوع فكانوا متفاعلين جدا معي في التصوير، انا ما حسيت ان انا مثلا مضطر اعيد كم من مره لان هم مش جايبين لي الحاله اللي انا عايزها، لا لا بالعكس. اذا الى اي درجه انت راضي عن هذه التجربه باعتبارها تمثل لك تحدي؟ يعني من ناحيه التمثيل احنا خلينا نتحدث بالتحديد، انا بشكل عام عن الفيلم كله انا معجب بالفيلم انا معجب بالفيلم لانه زي ما قلت لك لما اشوف الفيلم بشوف يعني السودان. انا يعني عندنا مثل بقول ما حدا بيقول عن زيت وعيش بالضبط، انا معجب بالفيلم، مش هقول لك لا لا يعني مش حاسس انه هو الخطوه الكبيره بس انا يعني حاسس، قلت لك لما اشوف الفيلم ما قاعد انظر له كفيلم انا قاعد انظر له الى قاعد انظر للسودان اللي في داخلي قاعد احاول اشوفه في هذا الشريط. وما اعرف يعني انا بالعكس اتمنى اسمع راي استاذ محمد رضا في الموضوع، لانه طبعا بالنسبه لاستاذ محمد رضا انا ما قلت هو من الناس اللي دعموني في بداياتي كثير. يعني لسه كتابك كتاب السينما مكتوب فيه الى صديق السينمائي الواعد، فكل ما اقراها من ناقد سينمائي كبير زي استاذ محمد رضا بحس انه طب انا شو المفروض اعمل في الخطوه الجايه، شو المفروض اعمل في الفيلم القادم ان شاء الله. أستاذ محمد أيضا حول نفس الموضوع، يعني برأيك هل وفق فعلا أستاذ أمجد في بناء الحكاية وسردها بالشكل الذي تابعنا خلال الفيلم؟ يعني من وجهة نظرك كناقد أين أصاب وأين أخطأ؟ بالنسبة للفيلم كشكل عام كفيلم بكامله من أوله لآخره، استمتعت انا بمشاهدته لانه كان عم يحمل تربية سودانية. بتصدق انه الاحداث هاي ممكن تصير بالسودان، بتصدق انه طريقة القرية هي سودانية، من مثلا استغلال الملامح اللي بالقرية عموما، لا في اشتراك، حكينا قبل شوي عن الكاميرا المتحركة، وظيفتها هون بالفيلم انه عم تشارك عين المتفرج بانه تقدمه لهالشخصيات هاي. لما واحد عم بياكل لقطه قريبه على التم عم بياكل، في كثير لقطات عند الاستاذ امجد هي عباره عن التقاط مفردات صغيره وتفاصيل صغيره والتركيز عليها لثواني بسيطه، لو ركز عليها لثواني اطول لكان فشلت، انما لان ثواني بسيطه ومحدوده قدم ايد تم الى اخره، فهذا موظف هذا بخليني فكر واقتنع، ما بعرف اذا انت بتقول لي انا صح ولا انا غلط، فكر واقتنع بانه كان راسم سياسه الفيلم وعارف الهدف الفني من وراء الفني بمعنى التقني على الاقل، مصممه وراسمه وعارف سياسه كل ودور كل عنصر فيه. بنوصل للتمثيل، التمثيل انا بالنسبه لي لان للاسف ما بعرف الممثلين المحترفين معرفه جيده، فما كنت عارف اي واحد محترف اي واحد غير محترف، وهذا كمان دلاله نجاح. الشغله الوحيده اللي لقيتها انه قلت يا ريت هيدي بلاها، بس كمان يعني اذا بيعطيني وجهه نظر ممكن يقنعني فيها، هي انه في حكايه الام دخلت على الخط شوي مأخر وشوي اطول مما يجب، لان كنا سمعنا منها فلم عندي انا لم تضف إلى ما سمعناه كثير، واهتميت أنا بمسألة الطفل وبعدين البنت وصديقها اللي بتحبه تطلعاتها أنه تتحرر، التحرر من أو الانعتاق بالأحرى من الوضع الذي نراه، يعني الانطلاق والتحرر من تقاليد معينة، من عدم وجود فرص بالقرية.
يمكن لو بفيلم جاي اخذ هالشخصيات هاي ونقلها للمدينه يمكن كمان رح يلاقي انه لا يزال هناك الكثير من دواعي الانعتاق. فهذا اللي بيخليني انه اشعر انه الفيلم فعلا اي اساسا من ايد خبيره منا جديده، وانا شفت الافلام الاولانيه. هذا افضل بالنسبه للممثلين كاداره، افضل بكثير. ومن ناحيه ثانيه عجبني جو الفيلم، عجبني مشاركته، كيف صمم المشاهد وخلينا ندخل البيوت منك مش كغريب. احيانا مخرجين كثير بيدخلوا البيت وبتحس انه غريب، بعده غريب ما له علاقه، مثل يلي مثلا منه معود على آلة جديدة، لعبة فيديو جديدة، ما له منه هون، اخذها بس مستغلها تصويرا. وهذا اللي خلاني اعجب بالفيلم. استاذ امجد، الاستاذ محمد ذكر مساله اداره الممثلين في الفيلم، يعني ما بين الممثلين المحترفين مثل الفنانه الكبيره فايزه عمسيب والفنانه هاله اغا، وممثلين هو مثل الطفل محمد ابو العلاء والشاب نيرمين عمر ومعاذ شرفي، كيف اشتغلت بالضبط على اداره الممثلين ما بين المحترفين والهواة؟ هو يعني يمكن كل الفرق كان في شهرين قبل التصوير. يعني اشتغلت عليهم في زي ورشة عمل مع نرمين ومع معاذ ومع محمود. فيمكن يعني السهل علي جدا انه نرمين هي اصلا من مرحلة مبكرة كانت في المسرح. يعني في المسرح المدرسي. يعني اشياء بسيطة بس انه مؤهلاها ان هي تكون عندها الرغبة، غير انها بنت عمي. هي بنت عمي في الحقيقة. ايه في الحقيقة. هو عشان هيك ما لقى في داعي انه يدفع فلوس بالضبط عشان هو كمان، لكن من هي يعني حابه، يعني من هي صغيره كانت دايما تسالني طب امجد انت لو بتصوروا بتعملوا كذا بتعمل، يعني عارفه حاب التفاصيل الكواليس العمل. معاز هو جارنا كمان يعني، فمعاز انا شفته بالمناسبه، معاز انا اخترته بطريقه غريبه شويه. معاز انا كنت ببحث وقاعد امشي مدارس وجامعات بحيث انه اختار شاب يمثل الدور. فرحت انا الدكان القريب من البيت بحيث انه اشتري، لفت نظري عيونه. يعني عيونه، لاحظت عيونه كثير معبرين، يعني معبرين جدا، بحيث انه انا قلت لا انا، قلت له انت معاز ولا الشرفي؟ قلت له ممكن الاقيك بعدين نقعد كده شويه. قعدت معاه ووريته السيناريو وسألته، استغرب ان انا امثل بس قلت تعال سلمني نفسك، بس هو عنده طبعه هادئ يعني. فحسيته هو عزه اللي انا عندي في النص. ربما هي النقطه جدا مهمه، هي مساله انك وجدت عيونه معبرين جدا. ربما لانه الحوار عاده لما المخرج يستخدم ممثلين او هو لاول مره فالحوار عاده يكون قصير. فربما ناحيه التعبير مهمه جدا في هذه الحاله، كون الحوار قصير فيجب ان يكون هناك عنصر آخر يوصل الرسالة ربما. وعشان كلامك صحيح، وفعلا أنا لما بديت معه أول مشهد تصوير ما حبيت أبدأ مشهد حواري، لأنه أنا لفت نظري فيه مش صوته، لفت نظري فيه عيونه. فبدأت بالمشهد اللي شفته قبل شوية في الفيلم، اللي هو مشهد اللي هو بيواقف بيدخن على الشباك، واشتغلنا على المشهد يمكن قريب الساعة ساعة ونص. بس إن هو يعيش الحالة بتاعت عزه اللي هو بينظر للحقيبة السفر وبينظر من الشباك للسودان، فهو في حالة الحيرة بين الذهاب أو البقاء. البقاء نعم. فيمكن هذا الفيلم حتى اللي معاه ساعده في الدخول للموضوع. نعم. يبقى يمكن هو محمود. هو أخي الصغير، وكنت أنا محتاج إنه طفل صغير يلعب الدور. فأنا استغربت اهتمامه لما بدينا في الوركشوب. أنا بديته كنت ناوي يعني إذا ما كان أوكي حجيب غيره يعني. بس اهتمامه كان غريب. كان كل مره يجي مثلا انا كنت نايم يصحيني امجد طب ده كده صح، انا كده حافظ صح ولا ما في داعي احفظ، طب ممكن اعمل كده، عارفه يعني. انا استغربت، كنت مهتم جدا وانا حابب، انا من المشاهد اللي بحبها جدا ممكن مشهد هو عامله لما بتتكلم مع جدته في ابوي مات، او هو طبعا محمود اخوي وحاليا هم عايشين في السودان امي واخواني وانا الوالد هنا يعني في دبي. فهو فتره ما شاف الوالد. نعم. ففعلا كان بالنسبه له المشهد يعني بيعني له زي ما بيعني لي.
مشاهدينا الكرام، طبعا حوارنا مستمر مع ضيوفي في الاستوديو حول فيلمنا لهذه السهرة، فيلم ريش الطيور، ولكن سنذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة هذا الحوار، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومعكم نتابع هذا الحوار مع ضيوفي في الاستديو، الأستاذ أمجد أبو العلاء والناقد السينمائي محمد رضا، وحديثنا طبعا هو حول فيلمنا لهذه السهرة، الفيلم السوداني ريش الطيور. أستاذ أمجد، أين عرض فيلم ريش الطيور وكيف كان استقبال المشاهدين والنقاد له حيث عرض؟ الفيلم عرض عرضين، العرض الأول في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في عرض خاص يعني ساعدني فيه أستاذ عصام النويري بأن أعرض الفيلم للسودانيين كتجربة. أنا كنت لسه بخلص الفيلم وعايز أجربه أشوف الجمهور السوداني حيستقبله كيف، فكنت حريص أنه العرض يعني يكون فيه من كل الفئات العمرية، من كل الأدناء في السودانيين، فكنت سعيد جدا بالعرض الأول. يعني أنا قاعد أول فيلم سوداني اللي قاعد أعرضه للسودانيين برا السودان، وأنا كصانع للفيلم أنا أصلاً عايش برا السودان، فكنت عايز أشوف أفكاري وأفكارهم تتلاقى في أي خطوط. فالجميل كنت يعني كنت بسمع أصوات وتعليقات حرام أو كذا أو كلمات كده اللي بتتقال أثناء المشاهدة التلقائية للفيلم، والدموع في لحظات معينة. أنا كنت فعلاً يعني ما متخيل إنه المشهد ده ممكن يبكي حد. ده بالنسبة للعرض الأول. العرض الثاني كان في مهرجان أفلام الإمارات في أبوظبي، اللي هو ده اللي أنا بعتبره مهرجاني يعني مهرجاني. يعني المهرجان ده إحنا يعني بسمونه حركة السينمائيين الجدد في الإمارات، فكان بدايتنا فعليا هي هذا المهرجان. فأنا كونه أجي للمهرجان أنا ما قدمت فيه أفلام إماراتية أو على الأقل باسم الإمارات، أجي أقدم فيه أول فيلم سوداني، فكان بالنسبة لي عايز أشوف آراء الآخرين أصدقائي وزملاء الطريق في الفيلم. فكان ترحاب منهم جميل. الفيلم كان ختام المهرجان، وكان بالنسبة لهم انه أمجد رجع يعمل شيء غير مختلف عن اللي شفنا عنده، رجع للسودان وعمل فيلم سوداني، شوفوا أمجد عامل ايه. فأنا حبيت الروحة اللي استقبلوا بها لزملاء الفيلم كأصدقاء فيلم ميكرز. أو بالنسبة للنقاد كيف كان استقبالهم للعرض الفيلم؟ النقاد حبوه. انا حسيت يعني من اغلب النقاد اللي شفتهم يعني كان يعني مثلا استاذ مسعود امر الله من اكثر الناس انا بعتبره اب روحي يعني مسعود من اكثر الناس اللي ينتقدني في اي فيلم. يعني حتى اسمع من مرات من بعيد ان هو ممكن يكون مدح الفيلم في مكان، من يقعد معي ما يمدحه يعني، ممكن يمدحه الاستاذ محمد رضا بس لما يقعد معي ما كان بيمدحه دايما. بس ريش الطيور جاي لا، انا بصراحه امجد انا شايف انه انت في خط هو متفقين عليه تقريبا كلنا، انه هذه الهويه هي التي تصنع الفيلم. فيمكن مسعود شاف الهويه دي في الفيلم وغيره من النقاد، ما بعرف استاذ محمد رضا يعني لسه كان متكلف على نفس النقطه، بس انا يعني كنت بحاول اراهن على هاي النقطه بتاعت هويه سودانيه. هل انا قدرت اقدمها؟ هل طلع بالتلقائيه المفروضه او لا؟ فهذا كان استقبال النقاد يعني. نعم أستاذ محمد، بصراحة إلى أي درجة ترى إمكانية تقبل الجمهور بشكل عام لهذا النوع من الأفلام؟ وإذا كان هناك ربما مشكلة في العلاقة بين الجمهور وهذا النوع من الأفلام، أين تكمن؟ المشكلة هو أنه ما في نوافذ ولا في شاشات عرض ولا في موزعين. الجمال بما يسمى بديلي او مختلفي او مستقله، اي سينما مختلفه عن السائد، انه يكون لها الجمهور، يكون لها المتابعين المتخصصين، يكون لها شركات التوزيع، ويكون لها المهرجانات المتخصصه. هذه ما لنا موجوده بعالمنا العربي. اذا واحد بده يكون صريح ويحكي بوضوح، فيلم امجد او فيلم اي مخرج اخر من النوع هذا عنده حظوظ قليل جدا انه يوصل للجمهور. الجمهور غائب ومغيب. غائب لان اساسا السينما البديله او المختلفه
من مطلع من عمر السينما وهي ما بتشكل اكثر من 20% من الجمهور. كمان النقاد ما بشكلوا اكثر من 20% من الكتاب. اوكي، فبالتالي هذا الحيز تاعها. بس عندنا الحيز هذا مصغر اكثر من ما يجب ومغيب، لان عاده الذهاب الى السينما سيطر عليها هلا الفيلم السائد يلي هو هوليوود او بوليوود او السينما المصريه السائده. ومغيب ايضا لان الانسان اليوم غير انسان الامس. اعطيك مثل، كان 80% من الشعب الامريكاني يشوف افلام كل اسبوع بالصالات، هلا بس 20% انعكست. في نوافذ او في فرص للترفيه كثيره، تلفزيون وانترنت وكل شيء ما عدا يعني كل شيء تقريبا ما عدا السينما. السينما صارت لما تقول 20% من الجمهور سواء كان بامريكا او برا، كمان النسبه قليله، ما يعني انه الصعوبه تجاه افلام امجاد هي مزدوجه. اذا الجمهور بكامل رغباته الترفيهيه ما عم بيروح كثير على السينما، فما الحال لما يكون عندك فيلم مختلف عن السائد؟ نعم. فلنحكي عن علاقه الفيلم المختلف بالجمهور، يجب ان خلق جمهور مختلف اساسا. لحتى تخلق جمهور مختلف اساسا بدك يكون عندك العناصر الاساسيه، وفي مقدمتها منتج وموزع مختلفين. المنتج بيامن وبيحط فلوس، ما انه واحد من جيبته بيحط وبياخذ من ابوه او من والدته او من عمه او الى اخره او من اصدقائه فلوس بيسامن. لا، بيكون في انتاج وتوزيع، لان من دون ما يكون في الموزع المختلف او الموزع البديل مش حتوصل هالسينما هذا للشاشة. يعني انطلاقا من ما يتحدث عنه الأستاذ محمد، أستاذ أمجد، يعني بما أننا في مجال السينما المختلفة، دائما يتبادر لذهن المشاهد، يعني هل أنتم كسينمائيين الجدد تصنعون هذه الأفلام للجمهور العام أم للنخب الثقافية؟ يعني بمعنى آخر، هل هذه الأفلام حينما يصنعها المخرجون يكون في أذهانهم صلاة العرض، أم ربما عيونهم تكون على المهرجانات والعروض النخبوية فقط؟ أنا جوابي حيكون بسيط. يعني ما حد بيعمل فيلم عشان يشوفه هو والنخبة بسيطة، ولا يمكن. قد يكون توجهات، يعني احنا مضطرين خاصه في حاله الافلام القصيره، احنا متوجهين في الاخير للسينما المهرجانيه شويه. فالسينما المهرجانيه يعني يمكن حتى التسميه غير صحيحه، سينما مهرجانيه، بس هي سائده موجوده، هذه التسميه الغريبه يعني، بس هي المنفذ الموجود. صالات العرض متحكمين فيها زي ما قال الاستاذ اشياء اخرى، يعني موزعين، لازم يكون في صفات انتاجيه معينه عشان الواحد يعرض. يعني حاليا مثلا فيلم ريش الطيور، انا فيلم مصور على ديجيتال، فلو عايز اعرض في صاله عرض انا محتاج احول الفيلم على 35، سو ما بقدر احوله على 35 ماديا. فبالتالي انا ماشي بالفيلم المهرجانات اللي هي بتعرض على ديجيتال بيتاكام او بتعرض على دي في دي. اذا المسائل الانتاجيه او مساله التمويل تتدخل في كل التفاصيل، تتدخل، وفي الاخر بيقع اللوم علينا انه انتوا اللي متعالين على الجمهور، وانتوا اللي عاملين انه مفهوم اخر للسينما، اللي هي السينما اللي تشوفوها انتوا وعشرة نقاد وصفوا جوركم وتاخذوا جائزه وخلاص. بس هذا غير صحيح الكلام، يعني بالعكس. بس يعني انا متفائل بالجمهور السوداني بشيء، من ناحيه ثانيه انه جمهور، احس انه جمهور غير ملوث، يعني ما فيها فكر السينما الاستهلاكيه الامريكيه مش مسيطره عليه، وده حسب ما شفت انا في السودان. فحسيت انه الناس ممكن تتقبل سينما مختلفه. استاذ محمد، يعني هذا النوع من الافلام يمتلك قيمه فنيه ومضمونيه، فبرايك كيف يمكن اجراء مصالحه بين هذا الطراز من الافلام والجمهور العام، وبالتالي يعني ابعاده عن السائد والرائج من السينما؟ هي مش قصه تشاؤم او تفاؤل، ولكن
قصة واقعية، مش حيبعد الجمهور عن السينما السائدة، مستحيل. السينما السائدة عم تخاطب رغبة الأساسية عند الجمهور، وهي إنه الفضول. نحن منفوت على أفلام سائدة لأن عندنا فضول، سواء مين قتل مين، مين حب مين، شو نهاية هذه القصة، هالممثل الجميل هذا اللي المراهقين بيحبوه، شو حيلعب بهالفيلم بهالدور هذا إلى آخره. لما يكون في فيلم سواء كان قصير ولا طويل، رح نحكي عن طويل لأن فيلم القصير حتى التقل عليه أو الضغط عليه أكثر، لأن إذا الفيلم الجيد الطويل بالبلاد العربية ما له سوق، فما البال بالفيلم القصير. طبعا عناصر الجذب التي ذكرتها في الأفلام السائدة، كم صعب أن تكون متوفرة في الأفلام السينما المختلفة؟ منا صعب، ولكن هناك حس دائم عند الجمهور. مثلا إذا قدمت له فيلم مثل ليل وقضبان، ليل وقضبان لأشرف فهمي الله يرحمه كان فيلم مختلف ونفس الوقت جماهيري إلى حد، بس جماهيريته إجت من انه كان في حاله ثقافيه افضل بكثير من الحاله اللي نحن عليها. هالحاله هاي يعني السينما المختلفه مش حتطلع مختلفه لوحدها. اذا كان الفرع من شجره فبدك تطلعي على شجره. انا ماني شايف شجره ثقافيه منتشره بالعالم العربي، ماني شايف الهوس بالقراءه، ولا اني شايف الهوس بالثقافه، ولا اني شايف هوس بالتوجه الى محطات تلفزيونيه او برامج تلفزيونيه تحمل هم الكتاب وهم الادب. هذا ربما يصعب المهمه كثيرا على المخرجين. طبعا لان بالاخير هذا الصوت منفرد، صوت الاستاذ امجاد وصوت المخرجين الاخرين المنتشرين في العالم العربي من الخليج الى المحيط، اصوات منفرده. بعضهم عم بيساوي افلام كل 10 سنين، كل 10 سنين بيساوي بيرجع المخرج. برهان علوية آخر فيلم عمله من 16 سنة، هلأ عنده فيلم تاني 16 سنة. طيب المخرج منه تابع بهالحياة هاي حتى يعمل فيلم كل وغيره وغيراته. بسام الزوادي في البحرين مثلا 10 سنين لعشر سنين يمكن عمل آخر فيلمين أقرب شوي لبعضه، بس لأنه هو وحيد بالبحرين. صحيح. وعنده شركة ناس متفهمة عليه. الإنتاج مهم لأن ساعتها الإنتاج حيوسع له الطريق. نعم. المخرج بيحلم والإنتاج هو يلي بيوسع طريق أو بيدفعه. ما اثنيناتهم سوا يتحمل المخرج صعب جدا، بس في كثير مخرجين عرب ما عندنا الطريقة هاي. أستاذ أمجد، على ذات الصعيد يعني هل تعتقد أن الجمهور العربي عموما والسوداني خصوصا ربما ما زال معتاد على آلية التلقي التقليدية، وهل ترى أن مهمتكم كمخرجين أو كسينمائيين جدد هو إخراج الجمهور من هذه الحالة، هي حالة التلقي التقليدي، إلى مستوى التلقي المتفاعل مع النص؟ يعني زي ما قلت لك قبل شوية، شيء بخلينا اتفائل شوية يعني لقدام، انه الجمهور السوداني غير ملوث، بس غير ملوث بسبب اسباب انا اصلا اعتبرها سلبية. اللي هو يعني مثلا في الخليج جمهورنا شوية يعني خلص تسيطرت عليه السينما هوليوود بحكم وجود الاخرين بشكل متعايش يعني. في السودان الناحية السلبية اللي مخلية الجمهور غير ملوث هي عدم وجود صالات سينما بكم كبير للمشاهدة. فهذا طبعا شيء سلبي، بس في الاخر هو بخلي الجمهور فعلا غير ملوث. بمعنى انه الجمهور بيقبل الفيلم الامريكي، ولو عرضت له فيلم فرنسي او فيلم ايطالي فيلم لفليني، هو في الاخر بالنسبه له فيلم ممتع وخلاص. ما عنده بصر، عنده الادمان اليومي بتاع السينما انا بسميها سينما بلاي ستيشن. انا بحس احيانا لما اتفرج على افلام معينه بقى بتفرج على بلاي ستيشن، يعني سينما الافكتس ولا. فهو الجمهور لا، انا الجمهور اصلا انا عندي امل كبير فيه يعني. اما كيف انا عايز اتوجه للجمهور؟ لا، انا مستعد اتوجه بافلام تكون قريبه لي، بس مش معناها ان انا مضطر اتنازل عن 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 فكر معين في السينما. لان انا عندي قناعه انه في هذه المرحله الوسط ممكن الواحد يوصلها بين التلاقي، يعني بين السينما السائدة أو السينما المختلفة. السينما المختلفة. أستاذ محمد، في الإجابة طبعا على السؤال نفسه، ما رأيك، هل فعلا مهمة هذه الأفلام هي إخراج الجمهور العربي والسوداني من حالة التلقي التقليدي كما ذكرنا إلى مستوى التلقي المتفاعل مع النص السينمائي؟ بشكل تلقائي نعم، هذه مهمة. إنما
المخرج لما يبدي اذا هو كتب السيناريو على اعتبار انه هو كتب السيناريو، لان هذا بيخلي السيناريو والمخرج على خط واحد، باعتبار هو كتب السيناريو، من دواعي تفكيره الاساسيه انه ما يفكر بكم فرد حيشوف الفيلم وكيف حيكون واقع الفيلم عليهم من حيث الاقبال، لازم يفكر واقع الفيلم عليهم من حيث الهدف، من حيث الكلمه او المضمون اللي موجود بالفيلم، بس مش شغلته هو بالحياه او بالمهنه اللي هو اختار كمخرج انه يقول اوكي رح يفوت 10 اشخاص، 10 كل واحد دفع $5 حيطلعوا هالقد، هذا بسد فيها بس هذا عم بيصير لان مفروض عليه، مفروض مش مش لان عندك صحيح. خيار صحيح. وعندك خيار كان مفروض بهالخيار هذا انك تشتغل بس فن وتعمل. ترنس مالك مثلا المخرج الامريكاني بيسوي فيلم كل 5 سنين بس لانه هذا اختياره. ستانلي كوبريك لما قبل طبعا لما كان عايش كان يسوي فيلم كمان كل 5-7 سنين بس هذا اختياره، ما كان يقلق على اذا كان الجمهور والله حيتقبل الفيلم ولا مش حيتقبله، كان فارض نفسه. وكان وبالامكان بامكان المخرجين العرب الجادين والمختلفين انه يفرضوا نفسهم، انما مش من الهوى، لازم يكون في العوامل الاخرى المساعده، هاي لازم يكون في ثقافه، لازم يكون في جمهور اساسا. لما الاستاذ امجد عم بيقول انه الجمهور السوداني منه ملوث، عظيم، انما منه ملوث لان كمان ما في صالات، هاي هاي يعني سلبيه طبعا. انا بفضل انه يكون ملوث بوجود صالات، لعل كما كان سائدا فيما مضى السينما السائده تولد السينما البديله او المختلفه. هذا اللي كان صار بالستينات والسبعينات، انه كان في هجمه ناجحه جدا للافلام الجماهيريه والتجاريه، بحيث انه عدد معين من المخرجين والسينمائيين حتى من مدراء تصوير الى منتجين قالوا انف از انف، بدنا نعمل افلام مختلفه. طب الى اي درجه ترى ان هناك فعلا امل بان يحدث هذا الشيء او يتكرر الان؟ يعني كمان من دون تفاؤل وتشاؤم هالقد لان الجو العربي سياسيا لما نحكي عن الستينات والسبعينات كان في قضايا مش بس بالعالم العربي، كان في قضايا حول العالم كلها، حرب فيتنام، محاربه العنصريه بجنوب افريقيا او بامريكا، كان في قضايا كثيره، كان في سينما جديده ببريطانيا، كان في سينما جديده بفرنسا، كان في سينما جديده بالبرازيل وبالعالم العربي، مش منا حالات منفرده. هلا ما في حدا عنده او ما في مجموعه عندها الهم انه تعتبر السينما صوت الشارع كما كانت سابقا صوت الشارع. طبعا حوارنا متواصل معكم، ولكن مشاهدينا الكرام نتوقف الان مع مقاطع من فيلمنا لهذه السهره، فيلم ريش الطيور، ومن ثم طبعا سنعود ونتابع هذا الحوار، فارجو ان تبقوا معنا. فاطمه لعبتي يا فاطمه، تعالي شوفي لك قروش اللي بدي اخليه يمشي على الشبيه. من وين؟ من وين كيف يعني؟ ها الولد ده يموت بالجوع يعني ولا شنو؟ كان علي انا هينه ماني دايره ليه يعني. قلت لكم ما عندي، اجيب لكم من وين انا؟ اسوي لكم شنو؟ ما عندي اطير؟ انا القرايه خليتها عشانكم. امشي يا بنتي على قرايتك، نحن قرايتك ما حاملنك ليها. وبيسوي لنا ده؟ والله ما ناسني يا بنتي. أستاذ محمد سأتوجه إليك بداية بعد مشاهدتنا لهذه المقاطع من فيلم ريش الطيور، كيف يمكن بالتفصيل أن نتحدث عن بناء الفيلم من الناحية الفنية سواء على صعيد الإخراج أو التمثيل وما يتعلق بذلك؟ الواحد بده يتصور أنه السيناريو هو الأساس طبعا بكل الأحوال، لأن السيناريو هو الفيلم قبل ما يتصور. المخرج يجب أن يكون متفاعل مع النص إذا كان أراد أن يكون مختلفاً، إذا أراد أن يكون منفذاً التفاعل هذا له مستوى آخر، بده يفهمه، بده يأمن له عناصره، بده يأمن الممثل الصح إلى آخره. المخرج الذي يريد أن يخلق من النص فيلم جمالي جيد جاد إلى آخره
بده يكون متفاعل ذاتيا، والهم تاع السيناريو اذا في هم الهم هذا ملتقي مع همه. نعم. ما بيقدر يكون منفصل عنه، يا هو يمين وهذاك يسار مثلا، بده يكون متفاعل معه. وقت ما تنوجد هالهارموني هاي بين الاثنين، اذا حط المخرج ابطه على المفتاح الصح. ما تبقى هو اختيارات المخرج الأسلوبية، كيف حيقدر ينقل هل الفيلم هذا بأسلوبية معينة تخدمه هو. مثلا بالفيلم اللي عم نشوفه الاختيار تاع الأستاذ أمجد هو الكاميرا المحمولة، لأنها حتدخله وسط معين أو تقربه لناس هن عادة تلقائيين، فما بده يعمل صناعة أو زيف بالأوائل التقنية تبعدوا عن الجو هيدا. بينما يمكن مثلا مخرج تاني عنده فيلم لنقول عن قصر واهل القصر، ما حيلاقي انه من المستساغ انه يحمل كاميرا ويفوت فيها على الاهل. بده ساعتها يعمل فيلم يكون فيه الاسلوب التقني مطابق للنص الموجود. وما تبقى هو بقيه العناصر كمان توضع في الشكل الصح لبناء سينما او فيلم بالاحرى، لبناء فيلم لا يخون نفسه ولا يخون توجهاته، بيكون متطابق مع بعض البعض. أستاذ أمجد، في مجال الإخراج السينمائي هل يمكن القول أن المخرج ربما في بعض الأحيان يحب مشهد أكثر من مشاهد أخرى، كما أيضا في بعض الأحيان يحب فيلم أكثر من بقية الأفلام؟ كلهم زي أولادي سأولا. فعلا زي أقول المصريين كلهم أولادي. وفي داخل الفيلم أنا حتى المشاهد كلهم بناتي يعني. بس اكيد في مشاهد تكون مميزه يعني. نعم. سواء بتذكر لما اشتغلت عليها كيف او كنتيجه نهائيه، بحس انه هذا المشهد بيعني لي اكثر من ما هو المشهد المميز في ريش الطيور بالنسبه لي. طبعا لان انا حاولت اعرف من الاخرين، من كل اللي حاول الاصدقاء المقربين بحاول اشوفهم، كل واحد عنده مشهد معين بحبه. بدايه بالنسبه لك أنا بالنسبة لي المشهد اللي بيكون موجود فيه الطفل محمد في صباح باكر مع جدته وهي بتعوس في الكسرة، وبيبدأ يسألها عن أبوه وعن أمه وإذا هم فعلا حيين ولا ماتوا، وهي بتحاول تتحايل على الإجابة، بس هو كان أذكى منها في فرضه للسؤال وفرضه لحقه في المعرفة. فانا تركيبه المشهد كلها يعني انا بحبها جدا يعني. بحب اداء محمود في المشهد، بحب احساس فايزه العالي فيه كمان، كان حسيته يعني كده منها في وبحب المكان يعني. المكان ده هو بسموه الراكوبه في السودان، فالراكوبه دي اللي بيقعد تقعد فيها الحجات الكبار وبيقعدوا يعملوا الكسره وكده. فانا الراكوبه بالنسبه لي بتذكرني الحجه يعني الحجه الكبيره اللي هو الحجه نعيمه. فأنا فعلا المشهد ده أنا يعني كنت دائما بحسه يعني. أستاذ محمد، هل يمكن القول أن هذا الفيلم ربما عرفك أكثر بالبيئة والطبيعة والناس السودانيين، وهل ترى أن هذا ربما من مهمة الفيلم؟ على قلة الأفلام السودانية اللي أتيح لي أنه شوفها طعم عرفني بحد ذاته، أيضا عرفني أكثر لأن كما شرحت قبل شوي في تلقائية وواقعية بالطرح وبالتفاهم مع الشخص اللي أو الممثل اللي عم بيأدي الدور، الشخصية اللي عم تقدم نفسها أو تتفاعل مع القصة أو القصص بالأحرى، إنه أكثر من قصة، القصص الموجودة يعني. فمن الناحية نعم عرفني كثير. أنا بهتم لما أطلع بالفيلم أعرف الشخص وما وراء الشخص، الشخص والفضاء، الشخص ومسافة بينه وبين الشخص الآخر، ولماذا هذه المسافة، ما الذي تعني إذا كانت عن شيء. بتطلع بالتربة، بتطلع بالسماء، بتطلع بالمي، بتطلع بالعادات البسيطة، وهذا فيلم مليء بالعادات البسيطة اليومية يعني بالنسبة لهم هذه مش شيء. لو يمكن حدا سمعني من أهل القرية بيقولوا هذا شو عم بيحكي، بس بالنسبة لواحد من البر من الخارج بيشوف هذه العادات وبيثمنها جدا، لان بتفهموا اكثر باشياء هو ناسيها او اخذها بيقولوا granted، انه for granted، انه مسلم بها وخلاص. ايه بس الفيلم كان
كنز من هالعادات هاي بالنسبة لواحد غريب عنها. فمن هالنواحي هاي طبعا عرفتني كثير على يعني ان شاء الله. هل هي مهمة الفيلم؟ احدى مهام الفيلم بيبدو لي انه احدى مهام الفيلم، ولا كان مدى عنها. في فرق، يعني اول فرق بين فيلم جيد وبين فيلم منه جيد انه ليش عم تحكي القصة. عنده جواب على السؤال هاي، واحد الاجوبه هي العادات اللي قدمها. اذا واحد بس بده يحكي قصة لكان بيقراها بكتاب او بشوفها يمكن مرسومة. بس الفيلم عليه ايضا ان يقول لماذا انا اخترت هذه القصة، وبعد السبب هو في هذه العادات. البعض الاخر كان في محاولة إثبات وجهة نظر المخرج في الموضوع الذي يطرحه، وكيف بالنسبة لهذا الشيء الجديد أنا تعلمته هلأ من هالحلقة هاي، إنه هذه كان نوع من التحدي بالنسبة له، بده يرجع على أصوله وعنه ويبحث عن الهوية من خلال قصص تعني له شخصيا الكثير. أستاذ أمجد، يعني خلال مشاهدتنا لريش الطيور لاحظنا أنك اعتمدت على الأغنية بشكل واضح، ومع ذلك فالأغنية التي سمعناها هي ليست من التراث أو السلم الموسيقي السوداني، فماذا تقول حول هذه النقطة؟ يعني الأغنية تأليفي وإخراج، تأليفي وتلحين. ريش الطيور زي باقي، تعلمنا شيء اخر. قال هي زي باقي من ريش الطيور، زي ريشه وقعت من سما، زي ساقيه بالفرحه بتدور تنشر جروح وتلملمها. انا كنت محتاج اغنيه يعني مش من التراث السوداني بالتحديد، ولكن بصوت سوداني اللي هي صوت صديقتي العزيزه، هي احسان الاحمدي، وهي ليست مطربه، هي إعلامية ومشروع مطربة إن شاء الله، إحسان الأحمدي. فإحسان حتى اقترحت علي إن هي تضيف كوبليه في الأول إنه يكون بلحن سوداني. وفعلا شفتوه في أول مشهد اللي هي بتكون فيه فاطمة في بين الزراعة، فهو كان بطريقة الدوبيت السودانية اللي هو فن معين موجود في شمال السودان، فكانت إضافة دي. بس بعدين دخلنا في أما ليش هو مختلف عن اللحن السوداني التقليدي، يمكن أنه هنا بقول أنه ده أنا اللي فعلا أنا ما بسمع أغاني سوداني كثير للأسف بحكم وجودي برا. فأنا كنت عايز حاجة هنا تدخل تشبهني. وكان كل الموضوع عن السفر، سافر بعيد وشيل معاك حزن السنين وفرحتها. وإحسان أيضا مقيمة في دبي، يمكن 10 سنين ما شافت السودان، فكنا أنا وإحسان يعني عايشين الحالة بتاعت اللحن الخارجي، يعني اللحن ما داخل جوا، بس احنا نتكلم عن جوا. ومن جديد مشاهدينا سنتوقف مع فاصل قصير، نتابع من بعده هذا الحوار، فابقوا معنا. والسنين والحال في حال، لو بتعرف أحبك يا عيونك، صمتك، حبك الهادي، إحساسك بي، ده كله ما بأكلهش، كل زول في حاله. أمك رجعت أخيرا؟ وجودي زي عدم. وتكرهيها؟ ما بحبها وما شغلتها. أنا عارفة غلطتها. محمد أنا أمه،
سكاني المر نبس ضرب سكر متواصل. سافر بعيد وشيل معك حزن السنين وفرحتها هو وعاك تنسى في يوم هناك روح انت روح ودنيتها هو أهلا بكم مشاهدينا في المحطة الأخيرة من حوار في السينما مختلفة مع المخرج السوداني أمجد أبو العلاء والناقد السينمائي الأستاذ محمد رضا. أستاذ أمجد، يعني هذا الفيلم هو من إنتاج مستقل، فكيف تنظر إلى مفهوم السينما المستقلة وخاصة يعني في حالة عالمنا العربي؟ في الاستقلالية فوائد، في الاستقلالية استقلالية، إنه أنا مستقل بآراء غير محكوم برأي المنتج من ناحية أعمل ده أو ما تعمل ده، بس في الآخر صعبة شوية الحركة، يعني صعبة التحرك. لو مذكر في أول الحوار أستاذ محمد كان بيتكلم عن السينما، لو استخدام الديجيتال في السينما، أو أنا بس حاب أقول إن أنا مش عاشق لاستخدام الديجيتال، يعني مش قاعد براهن على إنه أنا حعمل ديجيتال وخطير، لا 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 أبدا، أنا مضطر لاستخدام الديجيتال عشان في غياب المادة، غياب الانتاج. فانا اتمنى انزل في الشوارع في الشارع السوداني بفيلم سوداني مع انتاج صحيح من خلال كاست فني صحيح، وانزل اشتغل السينما 35 بحيث انه يسهل امور اخرى. كمان برضو بدي كمان السؤال برجعني للسؤال اللي كنا نتكلم عن العرض الجماهيري. في حاله انا عندي انتاج انا حقدر اعرض جماهيريا في السودان وخارج السودان، بس في هذا الحال انا مقيد، انا مربوط بعده مهرجانات وبعدين مربوط بعرض تلفزيوني اذا صح ان يكون هناك عرض تلفزيوني للسينما المختلفه. يعني استاذ محمد، طبعا نفس النقطه، كيف تنظر الى مفهوم السينما المستقله في العالم العربي، وايضا ما هي ملامحها في المستقبل يعني عربيا طبعا، خصوصا وانك ناقد محترف وانت تقيم في لوس انجلوس حيث قلب صناعه السينما العالميه؟ بالاخير المفتاح لكل الامور هاي هو الجمهور. السينما العربية المستقلة على درجات، ممكن جدا تسمية كل الأفلام الجادة إلى حد كبير، مش كلها بشكل قاطع يعني، إنما إلى حد كبير بأنه هي مستقلة، لأن المنتج اللي بده يربح فلوس كتير من وراء الأفلام ما حيعمل أفلام مستقلة. النقطة هون هو إنه حتى المخرج ذو النية المستقلة أو يلي بيعمل أفلام مستقلة بده منتج. المنتج إذا كان خبير بيفتح أبواب أكثر حتى للفيلم المستقل. وفي أفلام عربية، مثلاً نأخذ فيلم الجنة الآن اللي وصل على الأوسكار، هذا منه فيلم عادي، فيلم إلى حد كبير مستقل، هو سبب وصوله أنه كان في منتجين محترفين. في أفلام أخرى جيدة أو أجود ولم تخرج إلى العرض حتى. ليش؟ لأن ما يمكن الدوافع الذاتية تماماً، ما كان في خطة كاملة، لأن والسبب أنه ما في خطة كاملة أنه ما في مين يأمن هالخطة الكاملة هذه، كان في المخرج المستعد والمؤمن بطياره وبخطه وباستقلاليته. الهم واحد بالأخير، في عندك نوعين من السينما ولا لهم ثالث، النوع المستقل والجدي والبديلي والمختلف إلى آخره، والنوع السائد. اثنيناتهم بينطلقوا من نفس الأهداف وإلى نفس الأهداف ويصلوا إلى نتائج مختلفة. الحقيقة من نفس النقطة سأتوجه بالسؤال إلى الأستاذ أمجد، يعني إلى أي درجة تشعر أنك معني فعلا برفض شروط الإنتاج السائدة أو تحدي إرادة السوق والمنتجين؟ إلى درجة كبيرة جدا، درجة كبيرة، يعني خاصة وأنا بتوجه في هذه المرحلة القادمة إن شاء الله إلى جمهور السودان، اللي أنا حاسس إنه هو جمهور لسه نقي، فانا كونه ادخله وانا اصلا اللي قاعد احاول
مع آخرين أكيد إنه نقود حملة السينما في السودان. ما أتوقع إن أنا مستعد أبدأ هذه الحملة بتنازل مننا إحنا. فعشان يكون أول نتائج هذه السينما إن شاء الله يعني المستقبلية في السودان تكون نظيفة. بس لا يمنع إنه أتمنى يكون في السودان صالات عرض ويكون في وجود للسينما مستقلة أو السينما غير مستقلة. لا ضير يعني زي ما قال سيد محمد رضا مش موضوع انه الفيلم يكون خلاص الجمهور غير ملوث لانه ما في صالات. لا خليه يكون في صالات بعدين نشوف صاله تعرض الملوث وصاله تعرض النقي. على الاقل تماما. استاذ محمد من خلال متابعتك لتجارب السينما العربيه والعالميه برايك ما هي الحلول للخروج من ما نسميه ازمه في السينما العربيه؟ الحل الأول والأساسي أنه إيمان بعض المنجين والممولين بأنه لابد أن يكون هناك هدف في هذه الحياة. إذا لم يكن هذا الإيمان موجودا مش هيعمل أي شيء إلا أنه هيحاول يكسب فلوس أكثر. ساعتها السينما مثل صنع القهوة مثل صنع أي مادة أخرى مرتبطة بالطلب الجماهيري. أنا برأيي أنه كل واحد في هذه الدنيا على هذه الأرض عنده رسالة لازم يؤديها. وإذا كان المنتج هذا أو الموزع هذا منه شاعر بأهمية وجوده أنه يستغل الفرصة بشان يعمل أفلام تجارية بس إلى جانب أعمل لك فيلم واحد بالسنة يكون مختلف. نعم. ما بده يعمل لأنه ما عنده هدف أعلى من هدف المادي العلاقة بينه وبين البنك بس. لو كان عنده هدف وجداني، هدف روحي، هدف إيمان بالمجتمع، هدف ثقافي، لكن عمل أفلام مختلفة وعمل أفلام تجيب له تورد له فلوس وبنفس الوقت تورد له قدرة على إفادة الآخرين والاستفادة ماديا ومعنويا ولعب الدور يلي هي رسالته بهالحياة هيدا. فاختصارا من دون وجود هذا المنتج ومن دون وجود هذا الإيمان عند المنتج الحلول الباقية كلها جزئية. حيحارب المخرج المستقل كثيرا إلى أن يصل وما في أي ضمان أنه حيصل للأسف حتى تكون واضح وما في أي نوع من الرسم الوردي للموضوع. بهالعالم هذا اللي نحن فيه بهالتيارات السياسية والاجتماعية المضاربة بعزوف الناس عن الإيمان بقضايا تخدم الإنسان الآخر بالأنانية الموجودة بالخوف من الآخر إلى آخره بهالأمراض هاي كلياتها كيف بده يكون في أمل؟ طب بما أننا نتحدث أستاذ أمجد عن السبيل للخروج من مشكلات السينما العربية، هل ترى أن الأفلام قليلة التكاليف ربما يمكن أن تشكل حلا مناسبا؟ تشكل حلا مناسبا. يعني أنا قابلت عدة شباب من طلاب ما في السينما في السودان بس هم طلاب الإعلام وحسيت عندهم طموحات سينمائية يعني. فأنا قلت لهم يعني باختصار أنتوا يعني ما عندكم أمل في السينما في مستنين إنتاج يجي ما حيجيكم إنتاج بسهولة أبدا خاصة جوا السودان يعني حتى في الدول الغنية زي الخليج بنعاني الأمرين في الإنتاج والخليجيين نفسهم يعني. سو حاولوا اشتغلوا زي ما احنا اشتغلنا. هو فيلم بشتور كله على بعضه مش عايز اقول كلفني كم بس ما كلفني كثيرا يعني. في الاخر هي في السيناريو في اشياء كثيره. لا ما بقول انه الماده مش مهمه لسه تكلمنا عن الماده مهمه بس انه في حاله عدم وجودها لا يكون هناك سينما. لا انا افضل انه يكون موجود سينما مع ماده قليله لحد ما الناس تامن فيك وتلقى ان شاء الله انتاج وسيله للوصول. نعم. وطبعا بس انا كمان حرام اطالب الشباب وما اطالب الجهات الاخرى يعني. انا متوقع انه لو الحكومه ان شاء الله يعني نظرت للموضوع بشكل مختلف وحست انه امنت هي موضوع ايمان انه ممكن في يوم من الايام هذا السودان يصنع هذه السينما. شركات الخاصه الجهات الثقافيه كثير يعني من الجهات يمكن ان تساهم ولو بقليل ولو بمشاركه في عمل واحد في السنه. طبعا بهذا الحديث عن الحلول للخروج من مشاكل السينما العربية
يعني ربما هي نظرة تفاؤلية لمستقبل نتمنى أن يكون قريب ويحمل الكثير من التغيير، وربما سبل الوصول السينما المختلفة إلى الجمهور يعني العريض. طبعا بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الأستاذ المخرج أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم هذه السهرة ريش طيور، شكرا جزيلا لك. والأستاذ الناقد السينمائي محمد رضا أيضا شكرا جزيلا لك. وبدوري أتوجه بالشكر، كل الشكر لمشاهدينا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر أيضا لفريق البرنامج. طبعا لقاؤنا يتجدد في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة، فدمتم بألف خير وإلى اللقاء. We'll be right back.